مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الشرح. حبيت نتشارك معكم هذه الأداة. فافينغ هو أحد الأدوات المهمة. في العديد منا تبغي يعرف الأشخاص اللي مكونكتين ليه، مثلا في الواي فاي ديالو. فهاد الأداة فينغ تمكننا باش نعرفو الأشخاص اللي مكونكتين في نفس شبكة الواي فاي من دون الحاجة إلى تطبيقات معقدة. فأي شخص من الهاتف ديالو ممكن يعرف الأشخاص اللي مكونكتين. هنا تندخلوا على هاد فينغ، أبليكاسيون فينغ، كما تلاحظوا فهذه هي إعدادات شبكة الواي فاي. فهذا هو الروتور، الهاتف اللي تستخدم الآن، الحاسوب ديالي، وهنا الأكسس بوينت. في هذه الحالة مثلا إذا كان واحد الشخص يستخدم الشبكة ديالكم ممكن تعرفوه، ممكن تعرف الهوست نايم ديالو واسم الهاتف النقال اللي تستخدم والادرس اي بي وحتى الماك. مثلا مثلا هذه هي الادرس ماك الخاصه بالروتور، يعني ان هذا العنوان فهو يونيك ويعرف هذا الجهاز. بهذه الطريقه ممكن تكون عندكم فكره على شكون اللي مكونكتيف في الشبكه المحليه ديالكم. وشكرا.